يرقص ليسعد الجمهور، هذا ما قاله زانج هانو. في لحظة دخوله المسرح على عالم غريب هاطلت عليه نظرات الانبهار والاستغراب من قبل لجنة التحكيم. عبر هذا الطفل عن نفسه بالرقص وأداء حركات استعراضية على المسرح، كما قلد رجلا آليا راقصا. جان هو وبموافقة لجنة التحكيم انتقل إلى المرحلة الثانية من المنافسة. الأطفال ينشرون السعادة في كل مكان بابتساماتهم وعفويتهم، هذا ما فعلته أيضا الطفلة نورة في أرب جت تالنت بأغنيتها أبو زعزع. زعزوعة يا زعزوعة مالك. أحلام العجارمة العربية.